تعرف البهلوان؟ بعرفه. ايه اللي بنط على الحبال بتوازن بدون ما يوقع؟ هذا وليد جنبلاط بالسياسة بالمعنى الإيجابي. حريف لأنك أضافت بالمعنى الإيجابي، كان ممكن حدا يعني يعتبر هذا التوصيف شوي. لا لا، بهلوان بالسياسة. البهلوان هو اللي بنط على الحبال، على مجموعة حبال متعددة، وبيحافظ على توازنه بدون ما يوقع. هذا وليد جنبلاط. هلا شو بدي بالسياق اللبناني شو بتقول بهلوان؟ وبالتالي هذا أول شيء مثقل بتاريخ هائل، صانع لأحداث متعددة، ومتأثر بصناعة الدروز لأحداث متعددة في فلسطين، في سوريا، في لبنان، وفي كذا. وهو استمر بهذا المسار، لا يمكن إلا التعاطي معه بهذا الأمر. ميزة وليد جنبلاط أنه دائما يذهب في حساباته إلى الأسوأ ويعمل على تحصيل الأقصى. شو بيجي تحت الأسوأ بيكون ممتاز. خلينا نروح على سيناريو تاني. كان في حراك ناشط لقوى المجتمع المدني في البيئة الدرزية وفي الجبل، أثبت حضوره، أثبت واقعيته. تمافوت بتفاصيل، هل أخذوا أصوات، هل عمل لعبة أو ما عمل لعبة، هلأ بحكي فيها. أثبتوا قدرتهم، من خلال إثبات قدرتهم وفوزهم نجح وليد جنبلاط بشو؟ بتأمين الطريق لتيمور مع قوى سياسية جديدة قد تكون معارضة وقد تلتقي معه في السياسة بالمرحلة المقبلة، ولكن لا يمكن اعتبارهم تقالات أمامه. أولا نفس العمر المتقارب، تجربة ستكون متماثلة، سيكون هناك تحدي أمام تيمور على فرض نفسه ودوره وإدارته بالتوازي مع إدارة قوى المجتمع المدني، تطلعات توجهات، وبالتالي ذهاب المختارة إلى نوع من التحول الاجتماعي والثقافي تماهيا مع العصرنة يلي تحصل في المجتمع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فراس حمدان، مقابل تحرير تيمور من أثقال لزعامات أخرى، سواء زعامة طلال أرسلان أو بيت سياسي يريد وئام وهاب أن يفتحوا في بيت سياسي مفتوح، ولكن بيت سياسي مقرش بالمعنى التشريعي أو بالمعنى الشرعي في مجلس النواب. حرروا من هيدا الشيء وقال له أنا فتحت لك كل الطرق، تفضل. من الانتصار الذي تحقق بمشيخة العقل، علما أنه رجعوا الشباب من سوريا واعتبروا أنه قلبين الميمنة على الميسرة، وأنه الزيارة إلى سوريا ستترجم في انتصار بمشيخة العقل. من وقت أبرشمون هناك من يريد الاستثمار بهذه الأزمة لفرض شيخ عقل مؤيد له. أثبت وليد جنبلاط أنه لا ينكسر ويعرف دائما كيف ينتصر، وبالتالي انتصر سياسيا بأبرشمون، درزيا بمشيخة العقل، سياسيا مجددا في الانتخابات النيابية. وبدون ما فوت بتحليلات هل منحت أصوات للمعارضين، هل صار في أب ضباط، هل أثبتوا قدرتهم، وصلوا، تقدموا، اشتغلوا بطريقة ممتازة مثل ما اشتغلوا بكل المناطق اللبنانية وحققوا النتائج. الأهم أن جنبلاط عرف كيف يستفيد من كل ذلك، كيف يستفيد من أخطاء ارتكبت من قبله أو من قبل فريقه أو من قبل بيئته لإعادة تحصين هذا الوضع. وبرجع بقول لك، تعبيد الطريق أمام تيمور بدون ما يكون هناك أثقال متعددة تؤدي إلى إثقال مسيرته. طب حكيت عن تعبيد وأثقال، في البعض بيعتبر بأنه على الرغم من سقوط طلال أرسلان في هذه الانتخابات، وأيضا يعني المنافس الوحيد أو ربما مش الوحيد، يعني أحد أبرز المنافسين لوليد جنبلاط في الجبل، ولكن البعض يتحدث يعني عن مقارنة حكما ستحصل بين تيمور جنبلاط الشاب ومارك ضو الشاب الذي تمكن من انتزاع هذا المقعد، وقد يؤثر ذلك سلبا على
اللي عم نشوفه لحديت هلأ من أداء على الأقل فينا نحكي عن النائب تيمور جملاط سواء بالمهرجانات أو حتى ب يعني الحضور داخل المجلس النيابي، هل سيؤثر ذلك سلبا على تيمور جملاط؟ رح أقول لك شيء، أولا بالعكس هذا تحدي أولا، ثانيا ميزة المختارة أنها تتغير مع الزمن، يعني وقت اللي كان كمال جملاط كان في الاعتبار الأساسي للثقل الفكري، للثقل الصوفي، للثقل الفلسفي الذي حمله كمال جملاط بتلك الفترة بموازاة الثقل السياسي. ما بعد اغتيال كمال جملاط وانتقال المختارة إلى حقبة جديدة، انطلاقا من انتقال البلد إلى حقبة جديدة عنوانها الحرب، بما تعنيها الحرب من كل المعاني السيئة، يعني الشلمسطية، الميليشيا، البدك إياه البدك إياه، تغيرت طبيعة دور المختارة، طبيعة زعيم المختارة، وأثبت نفسه وليد جملاط بالعسكر، بالمناسبة هو الزعيم الوحيد الذي لم يهزم في أي معركة، وبالتالي أثبت نفسه بالعسكر، بدك تسميها ميليشيا، أثبت نفسه بالميليشيا أو بالإدارة المدنية أو بشو ما بدك. وفيما بعد بحقبة التسويات أثبت نفسه بحقبة التسويات مع انخفاض بمستوى الثقل السياسي على صعيد البلد، مش هيك؟ على صعيد اللعبة السياسية بالبلد أثبت نفسه، تماهى مع هذه المتغيرات بقيت المختارة، صنع أحداث متعددة، برجع بقول لك المقاومة ببيروت 82، حرب الجبل، إسقاط 17 أيار، معالم أو الطائف، بيرجع معالم التسوية ما بعد الطائف، ترجع عدم انتخاب أميل لحود حدث استثنائي، بتروح على مصالحة الجبل مع البطرقس فاير بريستول، اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حمل وليد جملاط ساحة الشهداء و14 أدار على كتافه، مش هيك؟ كانوا الجماعة عم بيقولوا انه خلص نحن ثلاث ايام وكان في فكرة عندهم انه منفل، وليد جملاط اللي اخذ موقف واللي عمل حدث واللي اثر بهذا الحدث، ورحنا على تحولات سياسية متعددة. السؤال بهذا الاطار ما بدنا نغرق كثير بهذا التفصيل، وبالتالي بس خليني اقول هلا في نوع من التغير، في عصرني، في شباب، في مجتمع مدني، في اخطاء ارتكبت من قبل المختارة او من قبل المحسوبين على المختارة تم استثمارها داخليا على صعيد المعارضة، هذا سيفرض على تيمور نوعا من التغير، نوعا من التماهي اولا مع تطلعاته، مع عمره، هو حدا مؤيد جدا اصلا لفكره الثوره، لفكره الخروج من هذا التقليد الذي كان سائدا، ونحن في مرحله تحول اجتماعي كبير يعيش لبنان، ثبت في هذه الانتخابات، سيكون هذا الامر من مسؤوليه تيمور. بس بما انه عم نحكي عن المقارنه بين فترات زمنيه مختلفه، يعني من المعروف جدا بانه وليد جملاط حينما استشهد كمال جملاط كان هناك فريق، خلينا نقول فريق ذهبي، أحاط فيه وساعده جدا على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، عم نحكي عن محسن دلول، عن جورج حاوي، صحيح، عن صحيح، يعني قيادات في الحركة الوطنية. سؤال أخير في هذا الإطار لأنه لا نغرق في هذا التفصيل، هل الفريق المحيط بتيمور جملاط على الرغم من وجود والده وليد جملاط هو كافي لنقله من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة، مثل ما أنت عم تشير بأنه المختارة تجدد نفسها؟ شوف بوقت ظرف وهلأ ظهر أكيد كنا عم نحارب، ولكن هناك شخصيات موجودة أكيد، وبتلك الفترة كان هناك شخصيات اللي ذكرتها، وفيما بعد بدأ يتم إبعادهم لينطلق وليد جملاط، وهيدي بتصير لأنه طبيعة المجتمع، طبيعة العمر، طبيعة الفكرة، طبيعة الثقافة، لما بدك توصل على هيدا المحل أنت مضطر تتخلى عن هيدي الأشياء لحتى تطلق نفسك. بقي يستمع إلى محسن دلول، ولكن لم يقعد محسن دلول في الدائرة الضيقة، بقي يستمع إلى حتى محسن دلول بوثائق أحزاب لبنان يقول كيف أبعد أو أبعد نفسه أو وجدت الظروف ليبتعد، وهلأ تيمور نفس الشيء.